جاهزة. انطلاق موافق اعزاء الجمهور والحضور الكريم، خمسة من الجياد العربية الاصيلة. ليدي سانمان من وسط الجياد، وانطلاقة قوية من الجهة الداخلية، الطويل والفارس غاري كارتا من الجهة الخارجية، دومينيكوس وجيرالد افرانش. تأخر ومحاولة للحاق من هانكا برنينغلوب، وفي الترتيب الخامس هنا كفو الجزيرة وماركو مونتيريسو. انطلاقة جميلة وسريعة لسليم غلام والجواد ليدي ساندمان. هانكا برنينغلوب في الترتيب الثاني، محاولة للحاق بالجواد دومينيكوس، والمنعطف الأول والصدارة جميلة وقوية، وليدي ساندمان في وضع جميل وهادئ ولم تعطى الإعاز له حتى الآن. محاولة للحاق من باقي الجياد، وليدي ساندمان الأنصاري في انطلاقة جميلة وقوية، المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية، محاولة من الجواد دومينيكوس، مربط الجزر وجيرالد أفرج، ومن الجهة الخارجية نشاهد الطويل سعد بن ربيع الكعبي والخيال غاري كارتر. محاولة سيدي ساندمان الأنصاري القبيسي سليم غلام بفارق بعيد والشاهق. التهاني والتبريكات، فوز جميل ومحقق.